متحف الموصل يدخل المراحل النهائية من أعمال تأهيله قبل إعادة افتتاحه المقرر صيف 2026. وكخطوة تعريفية بالمتحف، افتتح القائمون عليه معرضا صوريا خاصا به يعرض تاريخه ومجموعاته وخطط ترميمه الحالية كجزء من الجهود التي يدعمها متحف اللوفر الفرنسي ومعهد سميثسونيان وصندوق النصب التذكاري العالمي. متحف الموصلي بحاجة إلى المساعدة، وفكرة ترميم القطع المتضررة في القاعة الآشورية كانت صعبة للغاية نتيجة الدمار الذي حل بها جراء التفجير. 20 عاماً مضت وأبواب المتحف مصادة أمام الجمهور بسبب الفوضى التي أعقبت حرب 2003 والهجوم من قبل تنظيم داعش الإرهابي، عندما أقدم عام 2015 على تحطيم تماثيل تعود إلى أكثر من 2500 عام ونهب كنوز أخرى لا تقدر بثمن. في البداية كنا نعتقد أننا فقدنا كل شيء، ومع كثير من الوقت والخبرة والتدريب وعندما يعاد افتتاح المتحف سنرى أن هذه القطع عادت إلى شكلها مرة أخرى ولا تزال أيضا شاهدة على ما حدث، لكنها عادت إلى الحياة بطريقة ما. ما تزال هناك فجوة كبيرة في أرضية الرواق الآشوري الشهير في المتحف بسبب انفجار قنبلة، ويفيد المسؤولون بأن التجويف سيبقى شاهدا عبر التاريخ على ما تعرض له.